مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. أنهى رئيس الوزراء حيدر العبادي جولة خارجية شملت السعودية ومصر والأردن في وقت تشكل الأزمات الداخلية العراقية ثقلا كبيرا على الشارع العراقي والعربي أيضا. كيف قرأ المراقبون هذه الزيارة؟ هل هي تمهيد لعودة عربية للعراق؟ هل تأخرت هذه العودة؟ ما الذي يمكن أن يلعبه العرب في عراق مأزوم ومضطرب أمنيا واقتصاديا وسياسيا؟ تداعيات زيارة العبادي إلى الدول العربية وعن جولة العبادي سيكون محور حلقة اليوم من برنامج بالعراقي، نناقشه مع الضيوف الكرام النائب هشام السهيل رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، والنائب عبد الكريم عبطان وهو أمين عام حزب الخيار العربي، والمحلل السياسي الأستاذ زياد العرار، وعبر الهاتف النائب جبار العبادي وهو نائب عن دولة القانون. مرحبا بالضيوف الكرام. أستاذ هشام، هل تجدون أن هذه الزيارة جاءت مفاجئة في ظل أزمات عراقية داخلية مع الأقليم؟ هل ناقشتم هذه الزيارة؟ هل فعلا هي محاولة لكسب الود العربي، لأيضا محاولة مد جسور وتقوية الشأن العراقي في مواجهة الأزمات؟ شكرا لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الحرة. بصراحة موضوع الانفتاح على الدول العربية تأخر كثيرا ولم يكن السبب هو العراق. العراق منذ بدايته بعد 2003 كان منفتح على جميع الدول، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي، وللأسف أن الدول العربية كانت لا تبادل العراق هذا الرأي، بل كانت تناصب العراق بالعداء، وهذا معلن يعني معروف وليس شيء غريب. والمستحسن أنه إعادة العلاقات وإن كانت متأخرة جدا بالنسبة للدول العربية، ونحن عدد من النواب وأنا من ضمنهم كنا نطالب باستمرار بإعادة العلاقات مع الدول العربية، ولأن العراق هو جزء من الوطن العربي، وبالتالي العراق هو الذي يحدد هذه الدول الكبيرة اللي هي إيران وتركيا. وبالنسبة للعراق لا نقبل أن يكون في تحالف معين مع أي جهة كانت. العراق يجب أن يكون وسطي، يجب أن يكون يحتفظ بعلاقات مع جميع الدول بلا استثناء، ويفترض العراق أن يلعب دور كبير للتوسط أو التوفيق فيما بين هذه الدول، لأنه نعرف أن هناك صراعات تشهدها المنطقة بين هذه الدول العربية ودولة إيران الإسلامية وغيرها من الدول الأخرى، وبالتالي يفترض بالعراق أن يقوم بدوره وواجبه بتوطيد العلاقات ما بين هذه الدول، لأنه ينعكس إيجابيا على العراق إذا كانت العلاقات طيبة مع هذه الدول. نحن العراقيين مستفيدين إذا كانت العلاقات طيبة، ولذلك الآن نحن نشجع على هذه الزيارة، ونريد للعراق أن ينفتح على كل الدول العربية وأيضا دول سر الجوار. هذا التوقيت في ظل هذه الفترة اللي الكثير ينتظر من العراق أن يحل أزمات الداخلية قبل أن يتوجه إلى الخارج، هل هو يحتاج من دعم عربي لمواجهة ما يسميه البعض خطر الانفصال؟ لا أبدا، هذا القضية ما لها علاقة بالانفصال، وموضوع العلاقات مع الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية بدأت من فترة يعني ليست قريبة قبل أن يكون، يعني ليس ذهاب العبادي هو حاجة لدعم عربي لتقوية الشأن العربي؟ لا ما أعتقد، نحن ما نستعين بأحد على أبناء شعبنا، وهذا ما نقبله أصلا لا مع السعودية وغيرها. هي قضية استعانة، لكنه كتقوية الوضع الداخلي بالتأكيد هم يساهمون، والسعودية بلد كبير والسعودية لها تأثير على الوطن العربي كله، وهذا حقيقة. طيب هاي السعودية نفسها اللي كانت متهمة بدعم الإرهاب، ما الذي تغير اليوم؟ أنا قصدي التوقيت، يعني كان العراق زعامات العراقية على مر السنوات الماضية كانت تكرر اتهاماتها للسعودية باستمرار، ما الذي تغير اليوم؟ السعودية ودول أخرى بالتأكيد، لكن الآن السعوديين غيروا رأيهم حقيقة، هم السعوديين الذين غيروا رأيهم، لو غيروا أيضا توجهاتهم وأيضا توجهاتهم، والآن اتجهوا إلى العراق بقوة، وواضح أن نرى الوفود التي تذهب وتأتي إلى العراق، وهذا شيء جيد نحن نرحب به. طيب يعني هناك من يشير أنها بمباركة أمريكية، سأناقش هذه هذا الموضوع وأهميته. أستاذ عبد الكريم، الانفتاح العراقي على البلدان العربية، كثيرا ما كنتوا تطالبون أنتم في القائمة الوطنية، في
تيارات كنتم تشيرون إلى أن العراق رمي عند الأحضان الإيرانية إن صح التعبير، واليوم هي خطوة إيجابية بالتوجه نحو الحضن العربي. ما أهمية هذا الموضوع، وهل جاء متأخرا من وجهة نظركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك. شكرا. وشكرا لهذه الاستضافة، وتحية لضيفيك الكريمين وجمهوركم الكريم. شكرا. حقيقة الأمر نحن نبارك ونشد على دولة رئيس الوزراء بإقامة أفضل العلاقات مع كل دول العالم، لا سيما الدول العربية. وتعرف جنابك العراق عبر التاريخ هو بلد عربي ذو حضارة عربية، وهو يمثل البوابة الشرقية للأمة العربية. والعراق في المادة 3 من الدستور ثبت ذلك ووقع عليه أكثر الشركاء بأنه جزء من الجامعة العربية ومؤسس فيها وبلد عربي وانتماء عربي وإلى آخره من هذه المسائل. اليوم احنا نتكلم عن قضية مهمة جدا، أنه شقد نسبة العرب في العراق. فنسبة العرب بالعراق، طبعا مع الاحترام لكل العناوين الأخرى، نسبة العرب في العراق هم 85%. والكارثة اللي بعد 2003 تجذرت الطائفية بهذا المكون اللي هو اسم المكون العربي، تحولت من مجلس الحكم إلى عرب سنة وعرب شيعة، وصار التناحر فيما بينتهم، وصارت الطائفية، وده يتحمل العرب لوحدهم وليس غيرهم في العراق. إذا كان العراق موحدا هم يتحملون مسؤوليته حتى، وهذا واجبهم. وإذا تمزق العراق فالعرب يتحملون تمزيق وحدة العراق وما يجري أيضا في العراق، باعتبار هم المكون الأكبر. العلاقات مع المملكة العربية السعودية فاتحت خير وبادرة ممتازة جدا، بها كثير من الجوانب الإيجابية للعراق. ونحن اليوم نتكلم عن سياسة. جنابك سألت أخويا وصديقي أستاذ هشام عن لماذا السعودية مثلا كانت داعمة، طيب مو غيرها قبل سوريا هم كانت متهمة، فلان دولة كانت متهمة. السياسة فن الممكن، السياسة مصالح. أنا اليوم أبحث عن مصالحي كعراقي. ليش ما نقول ونكون صريحين، ليش ما نقول أكو زعامات لها آراء معينة، زعامات تغيرت في العراق وتغيرت بالسعودية. نعم. فتغيرت القناعات. هل يعني حزب الدعوة كان يترأس رئاسة الوزراء طيلة الفترة الماضية، واليوم أيضا حزب الدعوة يترأس، لكن هل يوجد اختلاف بالأشخاص بعد أن كان يتهم المالكي أنه نصير لإيران ومتواصل مع إيران؟ اليوم السعودية وبلدان عربية تسعى لجذب رئيس الوزراء الذي بدأ الحديث عنه على أنه ذات توجهات مدنية بعيدا عن الطائفية. خل أكون صريح وياك. نعم. اليوم العراق يتكلم والعراق منتصر، ونفتخر نحن بذلك. نعم. كعراقيين دولة رئيس الوزراء كان واثق الخطوات وبني على يده النصر بمساعدة كل العراقيين. نعم. بدون استثناء. نعم. يعني كل من حول لواء المساعدة سواء من خلال الإعلام أو الترتيب أو الجيش أو أي شخص حمل السلاح بمقاتلة قوة التطرف والظلام، فشعرت العرب، وهذا واقع الحقيقة، شعرت العرب لا وجود للعرب بل العراق، ولا وجود للعراق بل العرب. أنا أعشك هذه قراءاتكم مو قراءات، أم أنكم التقيتم أو ناقشتم ذلك في البرلمان؟ لا، إحنا نناقش عسى مثلا. نعم. أنا أحكي لك على سبيل المثال. نعم. أنا رجل بالقائمة الوطنية وعروبي. نعم. وهذا الرجل بحزب الدعوة وعروبي. فتجمعنا بينات العروبية، وحتى نقاشاتنا بالجانب العروبي. نعم. لربما تطغي حتى على الجانب الحزبي. أقول لك يا بصراحة، ابن حمولة وابن ناس وابن تاريخ والآخرين والآخرين كذلك، الجانب العروبي أيضا على الجانب الإسلامي، مؤكو هويات فرعية هواي. العرب هسه العراقيين يقولون أن الكثير من التيارات والأحزاب متجهين بشكل طائفي وليس قومي. هو الإسلام عمود يعني الحياة، حزب الدعوة حتى شيعي بالدستور، وأحزابكم سنية بس عربي، ما لها علاقة بالعرب. أنا ما معني بالطائفة، أنا ما معني واقع الحال. ده نحكي، أنا دحكي كواقع. احنا ده نتحدث إعلام لو واقع حال. استاذ عماد، اسمحها من أخوك. نعم. تعرف أفكاري والجمهور يعرف أفكاري. نعم. أنا نعم. الآن ماذا أحكي، أرد أجمل صورة لنفسي. نعم. أو للعرب. نعم. أنا ما معني بالهوية الطائفية لأي شخص، هو إنسان يشتغل هو وربه. نعم. ولكن أن يكون الطائفي. نعم. متعصب على أساس الطائفة. طيب. هنا يقتل الوطنية ويقتل. طيب. الدين ويقتل البلد. أنا ما معني. طيب. أنا هسه اليوم واحد يريد
يمشي يروح مشي سيدنا الحسين ويلطم بالدرب ويطبرش على بي. هاي شعائر احترمها وخلي يسويها براحته. ويجي شخص اخر شايل له درباشه ويدق دفه يروح للشيخ عبد القادر. بس انا من يجي اسم العراق الكبير المفروض كنا ننحني للعراق. هذا اللي احنا اليوم نفكر به. فبدايه باوع هذا موضوع مهم. انا اشكر الحره واشكر جنابك والحضور على اقامه العلاقات افضل العلاقات متوازنه. احنا نريد حتى مع العرب علاقات متوازنه. يعني اليوم انا من اسوي علاقات ويا المملكه العربيه السعوديه. انا العراق كبير. انا ما صير تابع لحد. طيب انا هذا مصلحتي ومصلحه السعوديه ومصلحه العرب تستوجب ان نقيم. طيب خلي نقرا قضيه المصلحه لو تسمح لي من زوايا متعدده ونناقشها بالتفصيل فيما بعد. لماذا اليوم المصلحه والتوقيت وايضا ما هي مصلحه البلدان العربيه في هذه المرحله؟ استاذ جبار العبادي معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. وأكيد استمعت إلى آراء التي قيلت حول زيارة السيد العبادي إلى المحيط العربي. نعم، شكرا جزيلا، تحية لك ولضيوفك الكرام. شكرا. أستاذ جبار، يعني رؤيتك أهمية هذه الزيارة، هل هي مراعاة لحساسية الوضع السياسي والاقتصادي في البلد في بناء علاقة خارجية؟ هل ثمت إشكالية قد انتهت مع دول المحيط الإقليمي؟ هل وضع العراق المتأزم دفع برئيس الوزراء للاستعانة بالبلدان العربية؟ كيف قرأتم هذه الزيارة وأهميتها؟ يعني حقيقة إذا جنابك على اطلاع اكيد من ملف السياسه الخارجيه العراقيه طيله الفتره الماضيه، يعني ما بعد التغيير، يعني ما كان ملف واضح، خصوصا موضوع العلاقات مع الدول العربيه والمحيط الاقليمي، يعني لاكثر من سبب. اعتقد موضوع التوجس اللي موجود عند الدول العربيه خصوصا وعلاقه العراق مع ايران بحاجه الى تطمينات ومد جسور الثقه. اثنين، احنا نعرف طيلة هاي الفترة الماضية الملف كان بيد وزير خارجية من الاخوة الترك. ويبدو انه طيلة الفترة الماضية كان هذا الملف كان السعي به من اجل اقامة علاقات شخصية او الى حد ما يوفر. استاذ جبار لو تسمح لي اقاطعك، يعني حضرتك لمحت إلى وجود هوشيار زيباري وزير الخارجية وهو كردي، لكن بالمقابل يعني تناسيت أن الذي كان يترأس الوزراء هو من دولة القانون، وهو الذي كان يتهمه البعض على أنه كان ذاهبا باتجاه إيران ومتناسيا أهمية المحيط العربي. يعني بالتأكيد أنا أحكي ابتداء هذا الملف معني به وزير الخارجية على اعتبار هو رئيس الدبلوماسية. بس رئيس الوزراء هو اللي يعني يتحرك بهذا الاتجاه، يعني اليوم يتحدثون عن أن العبادي هو اللي يتحرك وليس وزير الخارجية. وزير الخارجية واحدة من الأدوات اللي يستخدمها رئيس الوزراء. أنا يعني بداية حديثي ذكرت يعني أكو أكثر من عامل ومريت على عامل الملف الدبلوماسي، لكن جنابك استوقفك هذه الإشارة وأردت عليها. أنا أعتقد هي في جزئية منها هي أثرت بشكل أو بآخر على المحيط مع الدول العربية العلاقة. أكو أكو أمور أخرى. عموما إحنا خلينا نتجاوز الماضي. تفضل. الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة أكيد الظروف الداخلية اللي تمثلت بالحرب على داعش، وكذلك موضوع الانفصال وإعلان الاستفتاء الكردي ألقت بظلالها على ضرورة أن يكون هناك حركة أوسع وأسرع باتجاه توطيد العلاقة مع الدول العربية والسعودية خصوصا، لأننا نعلم السعودية بما تمثله من قوة وما تمثله من قرار، يعني نستطيع القول أنه معظم دول الخليج تتبع السعودية في قراراتها. لذلك العلاقة الطيبة مع السعودية يعني العلاقة الطيبة مع معظم دول الخليج. هذا الجانب ضروري للعراق، يعني انت في وقت تعيش اكو ازمة داخلية عندك. طيب. واستطاع العراق الى حد ما تجاوز هاي الازمة. طيب. مد جسور الثقة والعلاقة مع الدول العربية راح يعزز. استاذ جبار
أنا أعتذر، يعني أشكرك لما طرحته، واسمح لي أن تبقى معي. نذهب إلى فاصل ونعود لتكملة الحديث معك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، والحديث عن جولة العبادي في برنامج بالعراقي، والحديث أيضا كان مع النائب جبار العبادي عن دولة القانون. أستاذ جبار، نعاود للتأكيد حول وساطة دولية لإقامة هذه الشراكة بين بغداد والرياض. يبدو أن يعني ذهاب السيد رئيس الوزراء بهذا الثقل الوزاري بهذه المشاريع هي أيضا تحت وصاية دولية ووصاية أمريكية، في محاولة من وجهة نظر بعض المتابعين في محاولة لجذب العراق إلى المحيط العربي بعد أن كان طيلة الفترة الماضية مع إيران تحديدا. يعني أنا ما أسميها وصاية بقدر ما هي يعني حضور الوزير الخارجية الأمريكي، وكذلك يعني الدعم اللي موجود هو من أجل يعني أما تطمينات لكلا الطرفين وزيادة في رابطة العلاقة اللي موجودة. هذا جانب. الجانب الآخر إذا تلاحظ يعني أخي العزيز، من خلال الوفد اللي موجود هو اقتصادي أكثر مما هو سياسي، وإن كان يعني ارتدادات السياسية وأمنية بالدرجة الأولى. هذا جانب. جانب العلاقة مع الجانب الإيراني كان أكثرها يعني جانب أمني عسكري من خلال محادثنا في الحرب ضد داعش. أما الجانب الاقتصادي حتى في الفترة الماضية كانت هناك علاقات اقتصادية مع السعودية، لكن هي ضمن حدود معينة. لذلك أعتقد لجوء السيد العبادي خلال هاي الفترة هو يعني شعور منا أنه قدر إلى حد ما الملف الداخلي يحسمه، سواء ما يتعلق بالحرب على داعش وكذلك موضوع استفتاء الأخوة الكرد. الجو الداخلي السياسي مع بقية الشركاء هو مريح إلى حد ما. لذلك يعني اتخاذ خطوة البدء بعلاقات طيبة ومريحة مع الدول المحيطة واستثمارها اقتصاديا سوف يعزز من موقف العراق. طيب. سواء داخل المحيط الإقليمي أو حتى الدولي، حتى على الأقل. طيب. يزيد إلى العراق دوره المهم والحيوي ضمن المنظومة الإقليمية اللي بحكم موقع الجغرافي هو يمثل. نعم. يعني يمثل دور مهم على اعتبار هو يقع بين دولتين، خلي نكون واقعين انه. نعم. تشهد دائما صراع واختلاف في وجهات النظر بيننا. شكرا استاذ جبار، كنت معنا في برنامج بالعراقي، شكرا لهذه الاراء وهذه المداخله. استاذ زياد، دعنا يعني نتحدث بشكل صريح اكثر ونقول أن تصريحات العبادي برفض التدخلات بالشأن الداخلي العراقي على أثر تصريح وزير الخارجية الأمريكي أيضا جاء متزامنا مع زيارة العبادي إلى المنطقة العربية. هل برأيك هو نوع من التلويح أن العبادي متجها إلى المنطقة العربية، لكن بنفس الوقت لا يغفل دور إيران في القضاء على داعش؟ هل يستطيع العبادي بهذه الزيارة أن يمسك العصا من النصف كما يؤكد بعض المتابعين؟ شكرا جزيلا. بالحقيقة دعني أعرج على أصل الزيارة. هذه الزيارة وهذا التوقيع على المجلس التنسيقي المشترك بين بغداد والرياض قد ابتدأ منذ أشهر وليس سنوات، وهذا يعني أن هناك زخما في الحراك السياسي. قبل 4 أشهر زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية، تشكيل المجلس الأمني المشترك، التعاون الأمني تم في تلك الفترة، والآن وقع هذا المجلس التنسيقي. نعم بصيغته الغالبة هو الجانب الاقتصادي، الجنبة الاقتصادية، ولكن هو يحمل بكل معاني كل الأبواب والمجالات، وهو يعني انفتاح العراق على مجلس دول التعاون الخليجي ودول العالم الإسلامي، وهو يعني بذلك أن العراق مقبل على مرحلة جديدة.
هذه المرحلة جاءت بشجاعة واستراتيجية جديدة انتهجها العبادي بعيدة عن كل التوجهات العراقية السابقة منذ عام 2003. لماذا تسميها شجاعة وكأنك يعني القوى السياسية العربية وتحديدا القوى الشيعية في العراق مقيدة من الجانب الإيراني وكانت لا تستطيع أن تذهب إلى دول الخليج معلنة ما معنى مقيدة؟ أريدك تعرف مقيدة بالقرار يعني السياسي. هل ثمت وصايا واضحة القرار السياسي تفرضها إيران؟ القرار السياسي في العراق يميل إلى الابتعاد عن الجانب العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية بسبب النزاع الإيراني السعودي. ما الذي تغير أستاذ الذي زياد؟ تغير سؤالي أكرره باستمرار. الزعامة العراقية لا زالت زعامة شيعية. نعم. زعامة حزب الدعوة لا زالت هي المتنفذة. نعم. تغيير شخوص يعني تغيير سياسة بالكامل والذهاب من جبهة إلى جبهة أخرى. هو ليس ذهاب من جبهة إلى جبهة أخرى، ولكن العبادي أنا قلت قراره شجاع لأنه أخذ استراتيجية جديدة في المحور بالعلاقات العربية العراقية وبدأ شجاع أم وصاية أميركية؟ دعني أكمل لو سمحت. هي شجاعة، ولكن سميها رعاية أو سميها موافقة أو سميها مباركة، هذه الاتفاق لو لم تكن لديه رعاية أمريكية وبتوصية أمريكية ما كان لينتج بفترة 4 أشهر إلى هذا المستوى الكبير من الاتفاق والتنسيق. حضور وزير الخارجية إلى, 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 إلى طاولة المفاوضات وطاولة التوقيع على هذا النتاج يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية دور، نسميه مباركة، نسميه اتفاق، نسميه مساعدة، نسميه ضمان للطرفين، فلنسميه بما شئنا من الأسماء، ولكن هو دور حقيقي بأن يعقد هذا الاتفاق. وهنا تبدأ الخطوة والمرحلة الثانية، كيف ينتهج العراق استراتيجية جديدة تعزز هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية وتستفيد منها مع باقي الدول العربية، ولا تضر بهذه العلاقة هذه الاتفاقية بعلاقتها مع إيران. إيران التي تناصب المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية التي تناصب بدورها إيران، العداء التاريخي الذي شاءت الأقدار وشاء الله أن نكون نحن في الوسط بين هاتين الدولتين، حلبة صراع بين دولتين كبيرتين. بالضبط. الآن العراق يجب أن ينتهج سياسة لا تفقده هذا التوازن مع الولايات مع المملكة العربية السعودية ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي يجب أن يعطى العبادي الفرصة اللازمة. لكن يبدو أن ثمت زعامات للميليشيات العراقية إن صح التعبير حسب آراء بعض المؤسسات الإعلامية العربية أنها غير راضية عن هذه الزيارة. هناك أطراف سياسية غير راضية عن الزيارة. أطراف سياسية أيضا. نعم. غير راضية عن الزيارة ولا ترغب بتوطيد العلاقة مع الشيعية تحديدا. الشيعية ومرتبطة بإيران. الشيعية وحتى كردية. طيب. شيعية وحتى كردية. لو تسمعني يعني نناقش هذا الموضوع فيما بعد، لكن أريد أسأل أستاذ هشام، يعني السياسة العربية تعتمد تطويق إيران كفكرة أساسية للحد من تمدد نفوذها في المنطقة. يعني ألا تعتقد أن يعني العراق ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة؟ يعي هذا المشروع ويتعامل مع الإرادات هذه المرة بقوة المتنفذ وبحكم وجود سلطة له جديدة هي سلطة المنتصر بالنيابة عن العرب؟ نعم، شكرا لك. في البداية بدي أن أعلق فضل. على أستاذ زياد أن الشيعة قد اؤتمروا بأمر إيران وبالتالي لا يستطيعون أن يقيموا علاقات مع السعودية. نعم. هذا ما تفضل به. نعم. أستاذ زياد، الحقيقة هذا غير دقيق الكلام، لأنه الشيعة بالتأكيد هم مختلفين في داخلهم، في توجهاتهم، في أنا لا أختلف معك أن هناك بعض الأطراف في التحالف الوطني لديها علاقات متينة في السعودية، عفوا مع إيران، مع إيران، وهي مسألة طبيعية، والعلاقات مسألة طبيعية. بس الفرق بين علاقة متينة، خليني أكمل لك. أي بس أنا صريح على راحتك. أنا صريح وياك. أكو فرق بين علاقة متينة وأكو فرق بين دعم مادي ولوجستي وكأنهم الحديقة الخلفية لإيران. وليكن. لكن هل هناك قرار تستطيع مثلا إيران أن تفرض على كل أطراف الشيعية أن ما تقيم علاقات مع السعودية؟ لا، هذا مو صحيح بصراحة. هذا مو دقيق. قد يكون تفرض على جهة ما ممكن. نعم. أما كل الأطراف لا يمكن. لكن السعودية كانت رافضة رفض قاطع ومعروفة للجميع، هذا ما يختلفون عليه اثنين. رفض قاطع أن تقيم علاقات مع العراق من عام 2003 إلى قبل أشهر قريبة. وكانت هناك محاولات، وكثير من الزعماء الشيعة زاروا السعودية وأنتم تعرفون. لعدة مرات في سنوات ماضية. لكن لم تسفر عن إعادة العلاقات. لأن كانت سياسة السعودية توجهها أنه هي ضد العراق
بسبب انه لديهم اعتقاد انه خلاص يعني الشيعة هو جزء من ايران، وبالتالي يجب ان يحاربون ايران ويحاربون شيعة العراق لانه جزء من ايران. هل تم تصحيح هذا الاعتقاد من وجهة نظركم؟ يبدو ان السعودية الان ادركت انه شيعة العراق ليس لديهم ارتباط مع ايران بهذا الشكل بحيث يؤتمرون. ايران دولة جارة، ايران دولة قوية، ايران لها فضل على العراق لا يمكن ان ننساه. نعم. عندما احتل داعش العراق لأربعة أشهر العالم كله يتفرج على العراق ماذا يجري، وإيران فتحت كل ترسانتها للأسلحة ودعمت العراق في سبيل أن يوقف امتداد داعش. هل ممكن أن ننسى ذلك؟ لا يمكن. أنا لا لي علاقة مع إيران ولا شو اسمه، ولا لكنه هذه يجب أن نذكرها. الآن التحالف الدولي والأمريكان الذين ساعدوا العراق في وقوفهم مع الحكومة العراقية ومع الجيش العراقي في سبيل دحر داعش، هل ننسى هذا الموقف؟ لا بالتأكيد. هذه مواقف لا يمكن أن تنسى، لكنه يجب أن نضع النقاط على الحروف. السعودية وبعض الدول العربية كانت لا تريد أن تقبل بعلاقات مع العراق. الآن السعودية غيرت اتجاهها واتجهت نحو العراق. أهلا وسهلا بالسعودية ونحن نرحب بهم، وهذا بلدهم بالتأكيد وهم عرب، ولذلك نحن نرحب بالسعودية وكل الدول العربية أن تقيم مع العلاقات علاقات متينة على أساس المساواة وعلى أساس عدم التدخل في الشأن الداخلي. نحن لا نقبل لا لإيران ولا للسعودية ولا أي جهة أن تتدخل في الشأن الداخلي. تتدخل في سبيل بسط استقرار البلد، نعم، في سبيل دعم الاقتصاد أهلا وسهلا، لكن في قضايا أخرى سياسية بالتأكيد لن نقبل بذلك. هذا مختصر حقيقة. طيب. ما موجود في وضعنا. شكرا أستاذ هشام. أستاذ عبد الكريم، يعني هناك من يشير أن السعودية، وأيضا أستاذ هشام نوه لذلك، أن السعودية هي التي غيرت سلوكها. هل تجد أن ثمت تغيير فعلا في سلوك السعودية عبر زعامة جديدة، عبر ملك جديد؟ هناك من يقول أن التعاطف العراقي كان ينحصر عند السنة فقط، وأن السعودية كانت تدعم الوجود السني لمواجهة إيرانية بعيدا عن فكرة تقوية العراق. هل تجد أن فعلا السلوك السعودي تغير من هذه الناحية؟ وأولا إذا نتكلم على العلاقة وفق المعايير الدولية بها أسس هذه العلاقة، سواء كانت عربية أو إسلامية أو بعيدة. نعم. الأسس اللي تنبنى على العلاقة على أساسين مهمين، هو احترام السيادة وعدم التدخل بشأن الداخلي. قسم من الدول، وخلينا نكون شوية صريحين أكثر من اللازم، أني مثلا على سبيل المثال من تدخل لي روزنامة عادية تدخل من الشباك يجوز أتحسس منها، بس من تدخل لي من البوابة الرسمية الروزنامة تنباع بالأسواق أشتريها بشكل طبيعي. فعندما تكون علاقة مثلا إيران وغير إيران، من تجي تصير مثل هاي العلاقة اللي صارت مع المملكة العربية السعودية، البوابة الشرعية هي اللي أقامت العلاقة، البوابة الشرعية اللي تمثل كل العراقيين متمثلة بالسلطة التنفيذية اللي احنا جبناها وحطيناها مجلس النواب جابهم وهو رئيس وزراء لكل العراق. أنا ما لي علاقة بانتماء السياسي الآن، ولا يعنيني حتى اسمه، يعنيني منصبه، اسمه محترم ابن حمولة. مفردة البوابة الشرقية أليست يعني مفردة تدلل على أن العراق عليه أن يكون حامي الرعاية العربية، وأنه خسر الكثير بسبب هذه المفردة التي اتكأ عليها العروبيون كثيرا؟ لا، ما احنا انت اليوم بوابة شرقية باكر بوابة غربية. احنا بوابة يعني حرب، بوابة يعني حماية، بوابة يعني مخالف الخارطة. انه انت الان يعني نبقى احنا خارطة العرب، خارطة كبيرة. احنا ما نريد نسوي حرب لا على ايران ولا على تركيا ولا على اي دوله بالعالم. احنا نريد نسوي علاقات متوازنه، ولكن من يجيني دوله تتدخل لجهه معينه او لمجموعه معينه او تدعم مجموعه معينه على حساب السياق العام، اعتقد هذه يراد لها اعاده نظر. طيب. وهذه طبعا حاسين بها اكثر. طيب. الكتل السياسيه والناس والعالم كله. اللي يهمني اللي يهمك ايضا راح نلقي الضوء عليه، وخاصه فيما يهم الزياره الاخيره، و هل من مستجدات اقتصادية بهذا الشأن بعد الفاصل لو تسمح لي أعزائي المشاهدين؟ فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، وجولة العبادي ضمن المحيط العربي. هل جاءت هذه الزيارة بناء على توافقات سياسية بين كتل سياسية شيعية وسنية
اتخذت هذا التوجه أم العبادي يتصرف بشكل فردي بناء على قناعاته حتى بعيدا عن انتمائه السياسي الشيعي؟ بالدستور السلطة التنفيذية مسؤولة عن رسم السياسات الداخلية والخارجية، بس المعاهدات احنا بالنسبة لنا نوافق عليها تجينا المجلس النواب. نعم. واللي يتصرف به العبادي ضمن آليات القانونية اللي رسمها الدستور إلى في المحيط العربي والمحيط العالمي. نعم. وهو مو بس السعودية، ذهب إلى مصر وذهب إلى الأردن والآن سيذهب إلى تركيا ويذهب إلى إيران وكثير من الدول، وهذه طبعا حالة صحية. هذا الانفتاح مهم، احنا مو نازين وحدنا بعيدين عن العالم حتى ندمر الأمور ونقيم علاقات مع دول العالم. زيارة السعودية تشوف ايش كم مكسب بها. نعم. وهذه مكاسب تنحسب للوفد وتنحسب للشعب العراقي، المكسب. نعم. الأول. نعم. أجواء التشنج والإعلام والضغط والحكي وقالت السعودية وحجت العراق وما أدري إيش، هذه راح تخفت. نعم. تبقى أصوات نشاز هنا وهناك ما تريد مصلحة وطنية عليا تقول لك إحنا دول العرب ويتسوي بينا وما أدري إيش، هاي خلنا نتركها. نعم. علينا بداية جديدة، خلنا نحكي مصلحتنا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب الاقتصادي. أولاً إحنا عندنا خط ينبع. احنا دافعين به 8 مليارات وحدة العراق، دافع مبالغة بالكامل وببعض الأمور البسيطة، وهذا يوفر لك وقت وفلوس ويوفر لك ريع بحدود المليونين برميل. احنا نقدر نصدر من هذا المكان للبحر الأبيض المتوسط. السعودية أوعدت والملك سلمان ابن عبد العزيز أوعد دولة رئيس الوزراء بأنه خط ينبع راح ينفتح، الحدود البرية كلها راح تنفتح، العلاقات الدبلوماسية راح تنفتح، على المستوى التعليم راح تصير جامعات، راح تنفتح الوفود أمام العراقيين، راح تتبادل السفارات، راح تصير كل مستواها جدا عالي، راح تنفتح الخطوط الجوية العراقية بين العراق وبين المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هل ستطالب من وجهة نظركم، هل ستطالب بشروط معينة؟ يعني السعودية كل هذه الأجياء كل هذه الخطوات ألا تعتقد أنها أيضا تريد ضمانات أخرى بابتعاد العراق عن إيران تحديدا، بابتعاد العراق؟ العراق راح يبتعد عن إيران. نعم. لفترة من الفترات صار تدخل إيراني واحتاج العراق. نعم. إيران إذا أجاز التعبير عاوننا خلينا نقول عسكريا بفترة من الفترات، ولكن بالمحصلة النهائية احنا ما نقبل إيران تبقى بالعراق، خلينا نحكي بوضوح تام، ولكن ما يعني انه نقطع العلاقات مع ايران لا اقتصاديا لا عسكريا. نعم. لا معلوماتيا، ولكن تحترم سيادتنا وحدودنا. احنا دول احنا مو تابعين ايران، احنا مو حديقه خلفيه لايران وغير ايران، احنا الان اسمنا العراق. هذا العراق بكل مكوناته بكل اطيافه لفتره معينه واحد، واللي المشكله الحقيقيه. نعم. المفروض كنا نتفق الان أن ندافع عن العراق، ما ندافع أنا من تيجي كلمة السعودية دافع بس عن السعودية أو شخص آخر يدافع عن إيران أو شخص يدافع عن تركيا. لا، إحنا نريد ندافع عن مصالحنا بالعراق، والمصالح هذه الزيارة. أنت في تقريرك قلت أكو العراق مأزوم بجوانب اقتصادية. نعم. بجوانب أمنية. بجوانب أكو خلخلة بالداخل، الاستفتاء وغيره وبعض الأمور المتشنجة. هذه الأمور 70% من عندها راح تحل بزيارة للمملكة العربية السعودية. أنا اليوم عندي نازحين، والنازحين مالين الدنيا بحدود 3.5 ملايين. إذا السعودية أعطتني فلوس وعمر لهم وأبلي، ألا تجد شنو الضارب؟ ألا تجد أن لغتك متفائلة جدا؟ طبعا متفائلة. في زيارة، في زيارة قصيرة لحد الآن كل شيء ما شفنا من عندها، مو شفت منها. نعم. هاي البوابة اللي صارت للمملكة العربية السعودية وانفتح هذا الباب. نعم. نشلب بيه شون نشلب بالعباس أبو فاضل مو عمه وشلب بشباك الجزمة. شكرا. فإحنا نشلب بهذه الزيارة ونفتح هذا الباب ونساعد دولة رئيس الوزراء ونسانده. احنا في مجلس النواب، منظمات مجتمع مدني، شيوخ عشائر، مثقفين، محللين، ان ندعم بالاعلام وبالسر وبالعلن. ايضا يفتح افاق ويا ايران ويا تركيا، اذا فتح علاقات احنا نشجعها بس ضمن زي الرسمي. كل بلد عنده شروط. بس اسمح لي. انت تعرف يعني السياسه مو صحيح. بس دقيقه. نعم. انا اقول لك. نعم. انا ما شفت لا شفت سفير سعودي. نعم. ولا شفت ملك سعودي. نعم. ولا شفت مساني عربي اعتز بانتماء العربي. نعم. مثل ما انتز اعتز بهويته العراقية. طيب. ولكن هاي الصفحة راح ادللكم
نصيحة لوجه الله راح تنطيكم فلوس وتنطيكم ترتيب وتسوي لكم عمار وتسوي لكم الكرة ما ينطون. أستاذ هشام يقول هاي الصفحة خلف الله عليهم. إحنا همي أنا ورا ما تخلص شغلتنا وياهم نقعد وياهم هم نقيم وياهم علاقات يحجون بمصالح ما نقدر نتبادل المصالح نحجي تجاريا اقتصاديا بس شرط ما يتجاوزون على سيادة العراق ويتدخلون بشأن العراق. أستاذ عبد الكريم أشكرك يعني على التوضيح نقل رؤاك حول هذه الزيارة. أستاذ زياد يعني هل تعتقد أن السياسة الأمريكية فعلا تتجه وهل هي قادرة على جمع السعودية وحلفائها لمناصرة العراق في هذه المرحلة أو قيادة المنطقة أو تشكيل جبهة بالضد من إيران العدو الكلاسيكي لأمريكا؟ التصعيد الأمريكي الأخير تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصعيد خطير جدا وواضح. نعم السياسة الرئيس ترامب واضحة وبالتأكيد هناك خطوات ستتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران ولذلك إيران تعرف أنها أمام موقف صعب لذلك ستسعى إلى أن تعيد علاقاتها مع العراق بشكل آخر وهنا على الحكومة العراقية أن تستغل هذا الأمر لتعقد اتفاقيات مماثلة كما عقدتها مع المملكة السعودية وبنفس الأطر الرسمية حتى تتضح الأمور. نعم الإدارة الأمريكية تريد تتخوف من أن يكون العراق تابع لإيران في المرحلة القادمة. يوم أمس حصل ذكرى تأبين أو تشييع ضحايا مارينز بيروت ولأول مرة يحضر نائب الرئيس بهذا المستوى العالي ويتحدث علنا يتهم إيران بدعم الإرهاب ويتهم إيران بالوقوف وراء العملية ويتهم حزب الله بأنه وكيل إيران في هذه العملية. قبلها بساعات وزير الخارجية الأمريكي سيد تيلرسون يصرح بأنه على القوات الإيرانية الموجودة في العراق أن تنسحب. نعم وهذا ما رد عليه أيضا نعم رد عليه رئيس الوزراء. الحقيقة أمريكا تسير باتجاه التصعيد وتريد حتى لا يكون العراق بجانب إيران تريد من دول الخليج أن تنفتح والدول العربية أن تنفتح على العراق وأن يكون هناك بديل للعراق عن إيران. نعم إيران دعمت العراق دعم كبير منقطع النظير في محاربة داعش وهذا يحسب لها ولا ينكر من كل أطياف الشعب العراقي لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجد بديل عن إيران للعراق. السعودية أحسن بديل برأي أمريكا السعودية حليف الأمريكي القديم. هل نحتاج إلى بدلاء؟ نعم نحتاج إلى ألا نتحدث الآن عن سيادة عراقية عن قوة عراقية لماذا المصلحة غير استمرار؟ أستاذ عماد المصلحة غير السياسة. نحن خارجين من حرب طائفية وخارجين من حرب مع داعش هؤلاء البدلاء أليس لديهم أجندات؟ بض هذا السؤال الذي أنت تتحدث عنه. ستفرض علينا أجندات لن تفرض أجندة على العراق بقدر ما سيكون العراق هو الكاسب. نعم. إذا ما استغل هذه المرحلة هذا التخوف الأمريكي. نعم. وهذه العلاقات مع الدول العربية يعكسها ويعرضها لإيران ويقول هذه علاقاتي مع الدول العربية أريد علاقات أفضل منكم وبالتالي سيكون العراق هو الرابح. سمعت تصريح السفير وعلقت عليه وعلق عليه الشيخ النائب السهيل. الحقيقة أنا لم أسمع بأنه الوزير الخارجية تحدث عن الحشد الشعبي وبالتأكيد هو لن يتحدث عن الحشد الشعبي ولا يسمح له بأن يتحدث هو تحدث عن النفوذ الإيراني تحدث عن قوات أجنبية. نعم. الحقيقة نحن لا نعرف أن هناك قوات أجنبية في العراق إيرانية والحكومة العراقية أوضحت أنه لا توجد قوات أجنبية إيرانية ولكن إذا كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسيد وزير الخارجية الأمريكي تصور وأدلة بوجود قوات إيرانية في العراق فليعرضها على الحكومة العراقية. طيب هذا الموضوع أيضا أناقشه مع الأستاذ هشام. يعني ألا تجد أن العراق وصل مرحلة الضعف الداخلي سياسيا بحيث يحاول أن يتكئ على بدلاء؟ إذا كانت إيران في هذه المرحلة اليوم نفكر بالخليج ونفكر بالسعودية لماذا لا يفكر السياسيون بترميم بيتهم الداخلي؟ بالتأكيد هذا الموضوع مو صحيح لأنه إحنا لسنا نبحث عن بدائل ولا نقبل لنفسنا أن نكون في بداية الحلقة تحدثت لي حضرتك أنه ما ممكن نقبل أن نكون في أحد المحاور. إذا كنا ارتمينا في أحضان أمريكا والسعودية يجب أن نكون بالضد من إيران وإذا ارتمينا في حضن إيران لازم نكون بالضد من السعودية وأمريكا. هذا غير مقبول للعراق. العراق يجب أن يحتفظ بالعلاقات مع الجميع. هذه أمنيات يعني حقيقة. واقع الحال غير شيء. بس خليني أوضح لك. علاقات الدول هي مصالح. يعني لا إيران تحب العراق ولا العراق يحب إيران ولا السعودية تحب العراق ولا العراق يحب السعودية بهذا الوضع. كأشخاص غير موضوع احنا دهشي كسياسة. كسياسة سياسة مصالح.
أمريكا لديها مصالح اليوم في العراق. نعم. فلذلك جمعت السعودية وغيرها إلى جانب العراق. نعم. وإحنا المستفيدين ونرحب بهذه الخطوة بصراحة. نعم. نعم. لكن لا يجعلون منا أن نكون أعداء لدول الجوار، هذا ما نسمح به. نحن لا نقبل أن نكون أعداء للسعودية، ولا نقبل أن نكون أعداء لإيران، ولا نقبل أن نكون أداة بيد أحد. نحن عراقيين نبني وضعنا بنفسنا إن شاء الله وبمساعدة الدول الجوار، وأهلا وسهلا بهم ونرحب بكل الدول، ولكن لا نقبل بنفس الوقت أن تكون بجانب أحد، هذا غير مقبول بصراحة لسياسة العراق. السعودية أقرب إنه نعم، ما تقدم إنه أكثر أهلا وسهلا، إيران تقدم أكثر أهلا وسهلا، وتركيا كذلك. يعني إحنا نسمع أنه أخرجوا الجيش الإيراني من العراق، وين هذا الجيش الإيراني؟ ما تشوفوني وين بالله؟ أتحدى واحد يقول أكو جندي إيراني واحد موجود بالعراق. القصد أنه هو قوات الحشد الشعبي، واضحة القضية. والحشد الشعبي هذول ناس أسمتها الميليشيات الإيرانية بالخروج من العراق. إذن هم المقصود العراقيين. نعم. وين أطلع العراقيين؟ الميليشيات الإيرانية أسمتها. وين أوديهم أنا؟ وين أوديهم؟ بس يعني قل لي هذا عراقي. أما أقول لك الحشد كله تابع للدولة ويعتبر بأمر الدولة، لا مو صحيح. طيب. هذا كلام مو دقيق. نعم. نعم هناك عراقيين، بعض العراقيين عندهم أوامر خارجية خارج الدولة. هؤلاء خارجين عن القانون ولا نقبل بهم إحنا ولا نسمح بذلك. لكن دول مو إيرانيين، دول عراقيين. طيب. فما ماكو جيش إيراني. طيب تركيا لديها جيش في داخل العراق. شو ما سمعنا صيحات أخرجوا الجيش التركي. أنا ما أريد أصير مدافع عن إيران. لكن هذه حقيقة. ليش ما نسمع أخرجوا الجيش من بعشيق الآن قاعد الجيش التركي؟ طيب. ما عاد يحكي. يعني تسمح لي بعد إذن هي قضية محاور. إذن قضية محاور، إحنا ما نسمح أنفسنا نكون محاور. لا لا يعني صحيح كلامك، بس بعد الفاصل أريد نتحدث بشكل صريح حول كيفية أن يكون العراق قوي من الداخل. نتحدث باستمرار عن وحدة البلد، لكننا من الداخل يعني الضعف واضح. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. من جديد أعزائي المشاهدين، وفي الجزء الأخير من تداعيات زيارة العبادي إلى المحيط العربي، إذن تقوية الجبهة الداخلية، إمكانية أن يتفق الزعماء السياسيون شيعة وسنة، هل يستطيع العبادي بما يمتلك من كاريزما، بما يمتلك من دعم، بما يمتلك من دعم دولي وأيضا دعم المرجعية، من تحقيق هذا الهدف الأسمى الذي فشل السياسيون العراقيون على مر السنوات الماضية من تحقيقه؟ هذا هدفنا جميعا بصراحة، ولا يمكن أن نبني بلد بدون أن نكون هناك توافق فيما بين القيادات السياسية. والمؤسف الخلافات تتعمق يوم عن يوم. نحن نلاحظ الآن أكو هدوء في موضوع الخلافات، أكو يعني، لكنه في تقديري في أي لحظة ممكن تشتعل مرة أخرى. ولكن العامل الأساسي، وهذا تحدثت به أنا مع أغلب سفراء الدول الأوروبية اللي تكلمت معهم، كيف نحقق مصالحة، كيف نحقق وفاق، قلت اضغطوا على الدول أن لا تتدخل في الشأن الداخلي، اتركونا وحدنا ونحن نستطيع أن نبني بلدنا وأن نتصافى مع بعضنا وما عندنا مشاكل فيما بيننا. لكن تدخلات هذه الدول هي اللي تسبب كل هذه المشاكل داخل البلد. أنا ما أعتقد عندي مشكلة مع أخي اللي جالس بجنبي الآن لكونه سني وأنا شيعي أبدا، ولكن تدخل هذه الدول والإيحاءات اللي تصير لبعض الشخصيات للأسف هي دمرت البلد. ألا تعتقد أن الزعامات على مر السنوات الماضية هي التي أربكت الوضع السياسي؟ لماذا هذا التمسك بهذه الزعامات؟ ألا تعتقد أن الزعامات هي التي تمتلك أجندات مع دول المحيط وجعلت العراق ضعيفا بهذه الانتماءات الفرعية لها؟ أتفق معك تماما، هناك نعم. أجندات لبعض الزعماء بالتأكيد، وهناك ارتباطات مع يعني دول، بس السنة مجلبين بزعاماتهم والشيعة مجلبين بزعاماتهم، لكن الآن بدأت تتكشف الأمور واضحة. وين يعني تكشفت؟ لا تكشفت، يعني ما أعتقد نفس الزعامات موجودة. موجودة بس نفس العالم، قصورهم نفس. أنا معك. نعم. بس العالم فهموا القضية، والسياسيين حتى الموجودين السياسيين اللي كانوا يعني ماشيين مع الموج هذا الآن فهموا القضية وين تشيش العراق. الآن التحالف الشيعي واضح المعالم، وقيادات الشيعية لها أجنداتها ولها هيمنتها. والتحالف السني أيضا متمسك بكل قضايا ويتحدث عن المحيط العربي ويتحدث عن السعودية. وأنتم بنفس أين بالنسبة أين الذي تغير؟ لا هناك تغيير كبير، هناك كثير يعني من الزعامات ستكون خارج اللعبة السياسية
في الانتخابات القادمة، وهي واضحة. اعطيني ملامح هذا الموضوع، يعني اعطيني يعني مؤشرات. لا تخلين تزعلني وأصدقائنا كلهم، لكن هو واضح يعني كل واضحة جدا. إذا أنت تخشى من الزعل شو راح تتغير الزعامات؟ لا. إذا أنت من الإعلام تخشى من عندهم. مو جسمه لا ما له علاقة، لكن هو واضح إن هم ضعفوا وبدأوا ينتهون تقريبا. الزعامات ضعفت؟ كثير من الزعامات ضعفوا وانتهوا. قسم منه ما بقبل، هسه مجرد هيك هيكل، فما واضح. ومجرد رئاسة التحالف تنتقل من زعيم الزعيم، لذلك اجى شخص جديد. خليني اوضح لك. نعم. لذلك ما يردون انتخابات، لان يعرفون الانتخابات القادمه راح تفرز شخصيات جديده وزعامات جديده، وبالتالي لا يريدون انتخابات. وتسمع الان صيحات في تاجيل. هل برايك ستظهر زعامات وطنيه ام تبقى في اطار الشيعي والسني والكردي والعربي؟ شوف، كانتخابات ستكون شيعي سني كردي. نعم. هذا 100%. نعم. لكن فيما بعد الانتخابات لا، ستكون هناك قوائم وطنيه في داخل مجلس النواب. شكرا جزيلا. ممنون. استاذ، السيناريو القادم بعد هذه الزيارات البكوكيه للعبادي، هل سيحقق انتصارا على ما يسميه البعض الحرب الأهلية الطائفية المحتملة، تقسيم العراق؟ هل سيستعين بالحكمة العربية والتعقل الأمريكي لي يعني وأد نار الفتنة إن صح التعبير؟ وأساس الملك هو العدل. طالما القائد ما يهمني أني مذهبه عنوانه قوميته، طالما يحكم بالحق والعدل والإنصاف سيجد ناس مناصرين له. كسنة راضين عليه هالأيام. خلينا نحسب صراحة. إيه راضين عليه مو العبادي. خلينا نحسب صراحة. يقول إن. خلينا نحسب صراحة. خلينا نحسب صراحة. نعم. هذا الجانب. الجانب الثاني، عندما نتكلم عن هيبة الدولة. نعم. وسيادة القانون، هذا ما يعني حكينا على أطراف أخرى. يعني نعم. مادة. هل هيبة الدولة موجودة برأيك؟ لا دقيقة. بس أوصلك راح أوصلك. تفضل. مادة 9 من الدستور شو تقول؟ نعم. يعني حذر. الجيش والشرطة هم اللي يمسكون قضايا الأمن. نعم. احنا بالنسبة للحشد اللي يتكلموا عليه اكو نوعين. نعم. من الحشد اكو نوع صوتوا عليه في مجلس النواب. هذا رجل، هذا صار من ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة، المفروض حتى أسماءهم ووضعيتهم تلقي، يروح يصير ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة وتنطبق عليه القوانين اللي تنطبق على القيادة العامة للقوات المسلحة تنطبق على هذا الرجل وخلص، واحنا معترفين بهذا وهم أهلنا وناسنا. أكو أنواع أخرى من الحشد الآن اللي هي مأثرة حتى على سيادة الدولة. أنت ما تسمع أنت جرابك إيش دا يصير بالبصرة ويصير بفلان مكان وخطوف وقتل، هذولا خارجين عن القانون، هذولا لا يرضى بيهم الحشد ولا يرضى بيهم ترضى بيهم الدولة بأن يكونون خارج عن القانون. بس أنا أعتقد الدولة ما غير قادرة عليهم. هو هذا هو أنا شخصياً حكيت ويا سيد العبادي على الآن لهم نفوذهم، لهم قوتهم، لهم نفوذ، لهم نفوذ، ويمكن يدخلون الانتخابات، ويمكن ولهم عندهم سلاح. نعم. ولا ربما حتى عندهم ارتباط بقوي في جهات أخرى. طيب. لذلك. نعم. لذلك حتى نقدر نبني هذا البلد. نعم. خلنا نتعاون على أنه أنا البلد اللي يحترم نفسه. هل قادر العبادي بهذه الزيارة بهذا الدعم الأمريكي من تحقيق هذا حلم العراقيين أن تكون هنالك دولة؟ هل المحيط العربي قادر أن يساند العراق في بناء دولة؟ كل العراقيين يا أخي يقولون هسه إحنا مو بدولة. يقدر. وضع التعليم العالي سيء. وضع مو صحيح. صحيح. كل احنا تاخرنا بكل شيء. نعم. احنا بنتخرجنا بالثمانينات. احنا كانت شهادتنا يمكن 176 او 166 هيك رقمنا بالعالم. هسه فوق ال2000. شوف صور الزعامات من دول اخرى. هو هذا زعامات دينيه. انا ليش اسمع؟ انا ما اسمح هاي هيبه الدوله اسمح بيه. هذا ما مسموح به. هاي سيادة الدولة نتحدث فيها بالإعلام نقول ما مسموح. بس واقع الحال. لا، واقع حال صارت ويفترض. نعم. الآن حتى ترجع هيبة الدولة احنا ما نسمح. احنا يخلون صورة العبادي بإيران، لو يخلون صورة فلان بإيران ما يخلونه ولا يخلونه بغير مكان. لذلك احنا علينا اليوم نتكلم على هيبة وسيادة الدولة. انت تقول لي رجعت، انا اقول لك نقدر. نعم. نقدر نبدي بخطوات عملية، لان صار 14 سنة شنو اللي حصل. هل المحيط العربي سيساندنا؟ المحيط العربي ساندنا والراعي الامريكي. انت نسيت اتفاقية استراتيجية بين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وأمريكا مسيطرة على العالم اقتصاديا ودوليا وعسكريا. وأمريكا شنو استجد؟ لا دقيقة. أمريكا استجد أنه صار لك 14 سنة أنت تتراجع. أي. الله جاب لك فرصة ثمينة الآن. طيب. أنت من خلال هاي الفرصة وأكو راعي اسمه الراعي الأمريكي. إذا السيناريو المرتقب من وجهة نظركم، قراءتكم للسيناريو المرتقب شنو؟ السيناريو المرتقب راح يرجع العراق لحاضنة العربية، ويرجع العراق قوي. طيب. ويأخذ دوره المحوري في المنطقة، والعراق لن يكون. طيب. منطقة تصادم، ولن يكون فيه سياسة المحاور، وسيلعب دور لربما حتى الوسيط في قضية الخلاف، لربما حتى بين السعودية وإيران وتركيا، وسيكون له مكان. طيب. ونساند والأصوات النشاز التي تظهر بالإعلام ومن خلال التواصل الاجتماعي حتى تبعد العراق
عن المحيط العربي. طيب. ستتكسر هذه الادعاءات في صخر كبير. زياد، لهذا السبب انت يا اخي انت فكر بمصلحتك. طيب. انت فكر ببلدك حتى تنقذ البلد من الكارثة. نعم. اللي هو بيه اشتغل، جيب كل القضايا حتى ترتب بلدك بعيد عن خسارة. هل انت استاذ زياد تتفق مع الاراء المتفائلة الاستاذ عبد الكريم حول ان السيناريو القادم وتوجهات العبادي والمحيط العربي سينفع العراق مستقبلا بإمكانية تطوير اقتصادية قد يستفاد فيها العراق في اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع السعودية، وأيضا التي تحمل ملامح سياسية بدعم أمريكي؟ الأمل ليس كالتفاؤل، نأمل أن يحصل كل الذي ذكره الشيخ العبطان. والحقيقة دعني أقول لك أن الأجواء السياسية في العراق لا زالت مريضة ومأزومة وغير صحيحة، والخلافات هي لا زالت متقدة، لكن سياسات الحكومة المركزية، سياسات العبادي، أجلت أي خلاف سياسي حالي، وخطواته بمحاربة الإرهاب، وخطواته باتجاه الإقليم الشمالي إقليم كردستان، وخطواته باتجاه العلاقات العراقية العربية، كل هذه لم تمنح الكتل السياسية فرصة للاستمرار بالخلافات. ولكن أنا أتوقع أن تظهر الخلافات مع موعد اقتراب الانتخابات ومع موعد تشريع القوانين الخاصة بالانتخابات. لذلك أنا أقول نعم، كل الخطوات التي يقوم بها العراق الآن ستقع في صالحه. الشيخ هشام نوه إلى قضية مهمة، يقول أن مستقبل الزعامات سينتهي قريبا مع قرب الانتخابات أو مع هذه الانتخابات. الانتخابات المقبلة ستفرز شخصيات وطنية جديدة. نعم. من الزعامات الموجودة حاليا في المشهد العراقي ستطيح بها الانتخابات المقبلة. الناخب العراقي الآن يعي ويعرف ماذا عليه وما يجب أن يفعل في المرحلة المقبلة. الناخب العراقي السني عرف من باعه وشرى به. الناخب السني عرف من أخذ أمواله التي خصصت لي له. الناخب الشيعي عرف من تلاعب به طيلة السنوات الماضية. الناخب الشيعي عرف من ضحك عليه. السيناريو سيتكرر من وجهة نظرك بأن المحيط العربي سيدعم أيضا زعامات سنية، وتبقى إيران أيضا تدعم زعامات شيعية في قنوات تلفزيونية؟ هذا سيبقى ولن ينتهي. ولكن أنا أقول لك سيكون مصير العراق في المرحلة المقبلة بحالة من التحسن يأملها الشارع، ونتمنى أن تكون خوف التقسيم بشكله المعلن، تقسيم دول لن يحصل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي ودول الجوار لن تقبل به. ولكن قضية الأقاليم والتقسيم وفق الدستور والفيدرالية وغير ذلك من الأمور التي أقرها ستحصل لا محالة. إذن هذه الزيارة أيضا في مضمونها هي اقتصادية، هل يمكن أن تساهم فعلا السعودية ودول الخليج بدعم العراق بعد هذا الخصام الذي استمر سنوات؟ وهل سيكون هذا الدعم الاقتصادي رافدا مهما لدعم بناء دولة عراقية؟ هو المدخل الوحيد للدول العربية إلى العراق وإعادة الثقة مع الجمهور العراقي ومع الشعب العراقي هو الاقتصاد. المملكة العربية السعودية دول الخليج تمتلك الأموال والشركات وممكن أن لكن بشروط الخروج من معطف إيران. ليس بشروط ليس الخروج من معطف إيران. العراق لا ليس عليه معطف إيران. نعم. لكن بشروط أن لا يكون العراق مع إيران. طيب، شكرا جزيلا أستاذ زياد، ونأمل أن تكون الخطوات القادمة خطوات حكيمة لمصلحة بناء دولة عراقية حقيقية. في ختام حلقة اليوم أتقدم بالشكر الجزيل للضيوف الكرام، النائب هشام السهيل رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية، النائب عبد الكريم عبطان أمين عام حزب الخيار العربي، والمحلل السياسي الأستاذ زياد العرار، وكان معنا عبر الهاتف النائب جبار العبادي عن دولة القانون. للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. تحية لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.